بديل الجلابية وهيجي هنا دلوك عند الغروب. غروب هو معاد عاطفي. مساء الفل يا رداله. مساء الفل. انت صبي المعلم ابو عيسى؟ ايوه انا غراب، ام مولود على ثلاث حدات وبومه. وزي البومه تعبانه شويه. المعلم هيجيب لنا ميت عشان نتفق. عم نول الساعه 6. عم نول المعاد باسر رجعي. تمويه يا اخبي، انا نفسي ما اعرفوش. طب هنعرف كيف المعلم ده؟ احنا ما قابلناهوش قبل كده. يا صبر، القاتل على المقتول كان سلم نفسه. بيقول لك ان المقتول سلم نفسه، الحكايه دخلت في الجد. يلا على العموم احنا هنا كل يوم، اهم حاجه تكوني معاكم الفلوس وكلمه السرك. ها خلاص، انا هشيل الفلوس وانت تشيل كلمه السرك. ايه حكايه كلمه السرك دي؟ ابراهيم ما قاليش عليها. يالا ما هي سرك بقى يا دوله يعني. بس بقولك ايه، انا عايزك تسجل كل كلمه بيقولوها. ها ركز معايا عشان كده هتوديني في داهيه. حاضر يا دوله. اهو الكاسيت، اهو الزرار الاحمر هتدوس عليها هيسجل على طول. حاضر يا دوله. ماشي كده، عرفت كل حاجه؟ عرفت كل حاجه ولا عرفت كل حاجه؟ عرفت كل حاجة؟ هاي دول. ايه ده؟ وادي تالت شريط معلهوش حاجة. معلش يا دولة، معلش. خد يا عم، ده أنا تلميذك، جرب آخر شريط كده هتلاقيه فريرة. وريني يا سيدي، أنا بس غلطان إن اعتمدت عليك. الله الله، حلو حلو. يا ابني انت فرح يا ابني، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه دولة، مش لازم اسيب بصمتي يا دولة؟ على اساس ان انا خبير بصمات يعني هعرف ان دي بصمتي؟ يعني هعمل بيها ايه بصمتك؟ انا مش فاهم. انا شغل 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 بس يا دولة. شغل شغل، ماشي ماشي اما اشوف. الاثنين ساكتين ما بيقولوش حاجه، ما بيقولوش حاجه، ولسه ساكتين، لسه قاعدين ساكتين الاثنين. يا دي انت بتعلق على ماتش. يالا بتعلق على ماتش. ايه دول يعني؟ كنت اسيب بقى الحته دي نفضي في الشريط اللي احنا شارينه ولا ايه؟ تقوم انسني بصوتك يونسني يعني وانا بفرغ الشرايط. تخرب بيتك. يلا يا عادل ما تسمعنا بقى، عايزين نعرف النهايه، احنا قاعدين ورا متشوقين. يا ابني سمعنا بقى. ايه يا جماعه، هو انا ايه ده؟ فيلم عربي قاعدين كلكم مستنيين يا اخوانا؟ دي شرايط تجسس والتصنت، لازم الواحد يبقى حريص فيها ما يسمعهاش لاي حد يعني. يا بيبي يلا بقى، احنا كلنا لافه عشان عايزين نعرف العصابات ازاي بتقوم بعمليات الصفقات المشبوهه. ما تشغل الشريط بقى يا ابي وخلاص. حاضر حاضر، على اساس ان انا يعني بسليكوا وبحكي لكم حدوته قبل النوم. الله، ما تشغل يا ابني الشريط بقى. حتى انت كمان يا ماما. حاضر هشغله. حاضر. ايه ده، الشريط خلص ولا ايه؟ ما اصل يا دولة بقى كان في اخر الشريط الحته دي. طب وما قلبتش الشريط ليه؟ ما انا بقى ما رضيتش اخرجه بقى من بره الكاسيت بقى يا دولة. خايف تخرجه بره الكاسيت هيجي له برد. انت على طول تبوظ لي كل حاجه كده. يا عادل عادل ارجوك يا بيبي، اوعى اوعى تلجا للعنف. هو اللي يلجا للعنف دول يطحنوه. لعلمك بقى سناء، انا ما اخشش عمليه ابدا وكون خسرانه، لازم ابقى واثق من العمليه قبل ما ادخل فيها. يعني هتعمل ايه؟ اول حاجه لازم ادور على الراس الكبيره، لان انا ما يهمنيش التجار الصغيرين. اوصل للراس الكبيره اسلمه واخد المكافاه، يبقى صاحبي 100 100. طب ما تبلغ يا ابي وتخلص. ابلغ؟ لا، وصاحبي تضيع عليه الترقيه والمكافاه؟ استحاله، مش انا الند اللي يعمل كده. وبعدين علمكم بقى، انا طلبت معايا لاول مره في حياتي اعمل حاجه لمصر. مصر عمري ما عملت لها حاجه قبل كده خالص. طب افرض حسيت لمؤاخذه انك هتتهزق؟ هنسحب فورا، مصر فيها 80 مليون، اي حد يعمل لها حاجه بقى. اهم حاجه بس احنا اوصل لكلمه السر. ولما تعرف كلمه السر هتعمل بيها ايه؟ وهتعرف بقى كلمه السر ازاي بقى؟ ان شاء الله هتقعد مع العصابه تقول لهم والنبي والنبي قولوا لي كلمه سر. ما تعملها، ما انا عارف دماغك. انت اللي عارف، انت اللي عارف دماغ، انت فيك دماغ اساسا. انا عارف بقى كويس قوي انا هعمل ايه. غريبه قوي، مفعول الحبايه المفروض يكون انتهى من زمان. انت اللي بتقول لنا كده يا دكتور؟ ده انت المفروض تطمننا، انت كده بتقلقنا اكتر ما احنا قلقانين. ما تقلقش، هو خلال ساعه هيفوق، هو بدا يهلوس خلاص. ساعه ايه؟ ما ينفعش ساعه، ده العمليه هتتم على طول، وبعدين حضرتك لازم يبقى موجود لان هو ده الضابط المسؤول عن العمليه. طب يا دول ما تكمل انت. اكمل ايه يا اخي؟ لا انا اخري ان انا اراقب، اكتب معلومات، حاجات زي كده، لكن اقف بين عصابتين بيتاجروا في السلاح، طلقه تيجي من العصابه دي، طلقه تيجي من العصابه دي، وانا في النص لا طبعا. ما تشوف حل يا دكتور. بعد الشر يا دولة طبعا بعد الشر. ايه ده؟ دولة ده لسه عايش.
انت عايز الموت؟ ايوه لسه عايش الحمد لله. يا ابراهيم يا ابراهيم يا دكتور شوف يا دكتور شوف يا دكتور. المرحله دي اسمها انا عايش ومش عايش. عايش ومش عايش ده وقت عمرو دياب. ما تشوف لنا حل يا دكتور بدل ما انت قاعد عمال بتغني كده. خلاص ما تقلقش هانت. خلاص هانت بعد قد ايه؟ لان بعد خمس دقايق اسمها هانت وبعد اسبوع اسمها هانت برضو. ماما جهزت لي الفطار ولا لسه؟ فطار ايه بس يا عم ابراهيم؟ قوم شوف المصيبه اللي هتحصل دي. يعني انا زمان كنت بحل الامتحانات مكانك، هحل لك شغلك ازاي؟ قوم يا ابراهيم. دول انا خاف العصابه تمشي من غير ما تموتنا. يهبل يهبل، يعني كل امنيتك ان العصابه تموتنا؟ ما هم لو موتونا هنموت يهبل. عادل سعيد انا بعمل ايه هنا؟ ايه يا عم قوم، انت جاي تسأل، قوم بقى ابراهيم. الساعة كام؟ القضية، تجارة السلاح. ما تقلقش، أنا مظبط كل حاجة والعصابة ظبطتها وهنقابل رئيس العصابة كمان خمس دقايق، قوم بقى ابراهيم. يا ابراهيم، ابراهيم، يا دكتور شوف حل يا دكتور. فين الفلوس؟ الفلوس موجودة في الحفظ والصول، احنا بس عايزين نتعرف الأول. تعرف ليه؟ هتناسبني؟ ليه حيلتك كام عشان تناسبنا؟ حيلتي 8 أرانب فرارد يعني. بس يا ولد بس يا دزمه، بتتريق على المعلم؟ احنا قاعدين. اهلا وسهلا، منورنا يا معلم. اهلا اهلا وسهلا، وبنتونس بيك بتونس بيك. اللحمه معايا. اللحن هنستلم السلاح ميته. امال قلت لك قبل كده في شحن البطيخ. شحن البطيخ ما خايفش على السلاح؟ احسن يبزر من البطيخ. بزر يا جدع انت وهو، لا يمنع الفلوس يا عم. يعني الفلوس هتروح فين؟ ما الفلوس موجوده وفي اكتر من الفلوس. ادينا قاعدين بنتساير بنتساير بنتساير. عايز اعرف كلمه السر ايه؟ كلمه سر؟ كلمه سر ايه هاي؟ هي حاجه بتتاكل كشري باينه. ايوه افتكرت، كلمه السر معكرونه. لا يمنع الفلوس، خلينا غور. تغور فين يا راجل؟ ما انت قاعد موانسنا وبنتونس بيك. اهلا اهلا بالمعلمين. مساء الفل يا معلم. مساء الفل على المعلمين، منورينا معلمين. ابا مش كنت تقول ان هيبقى في غرب وسطينا ولا ايه؟ يا راجل ده مش غريب، ده احنا قاعدين بنتونس بيك يا صاحبي. يعني ما عرفوش. وانتوا تطلعوا مين؟ محسوبك رشاش وده طبنجة. الله، امال انت تطلع مين؟ محسوبك المعلم حدايه. الله، امال انت تطلع مين؟ ده المعلم ابو عيسى. الله، امال انا اطلع مين؟ لا حول ولا قوه الا بالله، الراجل يتهفف نفوخ وما هوش عارف هو مين. لا اله الا الله، انت فررد يا عم الحد. مع ان انت كنت قاعد مونسني. بتونسني. انتوا بتلعبوا لعبه ما انتوش قديها. احنا قديها. قديها وجدود يا عم الفراردي. ايوه يا فراردي. انا فرارجي؟ ايوه يا فراردي. بس يا ولد العمليه بس اخرها. اللي هتحرك هطيبه في المليان. والله وقعت يا معلم ابو عيسى. مين؟ رشاش وطبنجة. اكبر تجار سلاح في البلد. ده من زوجك يا باشا. والله بلغت عنها رشاش وطبنجة؟ يا حضرة الضابط، عايز اقول بس كلمه، ده فراردي مش ابو عيسى، ده ابو عيسى. يخرب بيتك يخرب. انت قاعد بتبلغ عني قاعد بتسلمني انا؟ لا انت ابو عيسى. انت قاعد بتسلمني انا؟ ايوه يا ابو عيسى. يا حظابط، ده عيسى وده ابو عيسى ودي ام عيسى ودي اخت عيسى.